ولنقاش ملف الفشل الحكومي في التعامل مع أزمة وباء كورونا ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي صباح علو. أهلا بكم سيدي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ صباح. كيف يمكن تقييم سياسات الحكومة في التعامل مع وباء كورونا في ظل ارتفاع معدل الإصابات والوفيات؟ حقيقة البنية التحتية للمؤسسات الصحية العراقية التابعة إلى وزارة الصحة بالتأكيد حالتها متدهورة، ليس الآن وإنما منذ 2003 ولغاية اليوم لم تتطور بما يتناسب مع الأحداث وخاصة ما حصل في جائحة كورونا، حيث كلنا ندرك أن إمكانيات الدولة عالية جدا السنين الماضية، الإيرادات النفطية الكبيرة، ولكن التخصيصات المالية المخصصة لوزارة الصحة حقيقة أما أن يتم عمليات هدرها أو عمليات التبذير في اتجاهات لا تخدم المواطن، إضافة إلى عمليات السرقة في مسألة الاستيراد للأشياء الغير الضرورية الخاصة بوزارة الصحة، إضافة إلى أن جميع المباني الخاصة بالمستشفيات والمستوصفات والمختبرات وغيرها قديمة ولم يتم عمليات تطويرها من حيث الأجهزة الحديثة، من حيث المعدات، الأدوية، هذا كله نطع إمكانية عالية لزعزعة ثقة المواطن بالبنية الصحية بالعراق. ولذلك أستاذ صباح، الجائحة جاءت زادت الطين بلة أكثر. في ظل انهيار القطاع الصحي كما أشرتم وعجزه عن استقبال المصابين بفيروس كورونا، يعاني بالمقابل ذو ضحايا الوفيات بالفيروس في دفن ذويهم ويطالبون برفع أيدي الميليشيات عن ملف الدفن. كيف يفسر تدخل الميليشيات في عمليات دفن المصابين بدل الهيئات الرسمية للدولة من بلديات وأجهزة أمنية أو عسكرية؟ حقيقة سطوة الميليشيات تحاول أن تحشر نفسها في جميع مفاصل الدولة بما فيها الصحة في الظرف الحالي، كي تعطي للمواطن صورة بأن الدولة عاجزة ونحن من يعمل على تقديم الخدمات أو من نحن على نعمل على إدارة هذه المؤسسات، ليس فقط في الصحة وإنما حتى في العملية التعليمية، كذلك أيضا في جميع الخدمات الخاصة المرتبطة بحقوق المواطن، وهذا أعطى إمكانية أن المواطن لا يثق بأي نوع من أنواع الوعود التي تقدمها الحكومة. ولذلك نلاحظ هناك برنامج كأنه يعمل على أن الحكومة فاشلة، وهي بصراحة أن الميليشيات هي التي أوقفت كل شكل من أشكال التطور في جوانب الحياة المختلفة ومنها الصحة. ولذلك نلاحظ حاليا كثيرا من المواطنين عندما يمرض لا يذهب إلى المستشفى، خصوصا في الظروف الحالية، ظروف جائحة كورونا التي سحقت حقيقة المواطن الفقير الغير متمكن. ولذلك نلاحظ الميليشيات تتحكم بكل شيء بما فيها عمليات دفن الموتى، وإعطاء هذه الصفة لأن المتوفي بأمراض ثانية لا علاقة لها بكورونا يتم عملية تحرير شهادات الوفاة أنها بسبب كورونا، ومن المحتمل أن تكون هناك بعض الأموال والمخصصات التي تدفع من قبل الدولة كلما تزداد الإصابات والوفيات. في هذه النقطة باعتبار أن أهالي المتوفين وتبعناهم في تقريرنا، تبعنا مقاطع مصورة عن ذويهم بأنهم لم يكونوا مصابين بالفيروس قبل دخولهم للمستشفيات الحكومية، ما مدى الحاجة لإجراء تحقيق يكشف الحقيقة على الأقل لأهاليهم؟ حقيقة لا يوجد طرف ثالث ممكن الاعتماد عليه في كشف هذه الحقائق
وكلنا ندرك أن القضاء مسيء. يعني فعلا أن الجهات التي تشرف على عمليات دفن الموتى وإعطائهم صفة الإصابة بكورونا أنها تستلم عليها مخصصات، وهذا يعطي إمكانية عالية جدا من المحتمل أن تحصل عمليات حتى تزوير بأعداد المتوفين. ولذلك نلاحظ الأهالي لا يملكون الثقة بهذه اللجان المسؤولة عن عمليات الإشراف وعمليات الدفن في أماكن محددة، لا يسمحون للأهالي بزيارة قبورهم أو غيرها. وهذا وهنا بصراحة عمل لا إنساني يعتبر، خصوصا وأن العراقيين معتادين على زيارة قبور موتاهم. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي صباح علو، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.